طبعا يا شيخ. لا يا حاج يلا تيجي لا يا لا يا احمد ما تطلب من برا احمد غلطان شو قال لك شو قال لك شو قال لك شو اسمه طبله هي مش طبله حسن هاك الله كله هاي طبله طوب يجي هنا لك ما قلت لك بعد هنا انا اقول لك يلا 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 يا احمد ما نشتغل نتوقف اي على غاده بدا ولا ايش بتعيش ولا ايش بدنا نسوي بدنا نسوي احنا شلون نسوي انا بقول لك 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 شو لك عمل؟ ليه شو أنا؟ الله يحفظك. الحمد لله. دي فرق شيء حيات ما شاء الله. يعني دي نص عليهم. والله. كيف دي اللي كان بدأ؟ شريفة بن شريفة. جبنا بخاف ما سجى خلنا نقول تنظيف خبونا جاه. إذا هاي ولد تالي إحنا نفتحها يا ولد. إيه بقول بتنام. آه. قالوا لنا نفضل الناس عمليش ما قال لهم تاعين شغلي. وين توي هي؟ هذا مش شركه مدير معي. هسه نطبق. هسه نطبق ويا رجع على والدي. لا يقول يا بنت لو هذا كلام يمشي هاتي ما ها ما هو واحد بدأ وقتهم ما يعني خليه يمر جماعتنا دول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا Thank you.
我把这个给我兄弟。你最后，你再给我看。
Thank you.
لك يا عم. انت قاعد وليد اهي. ذا بوينت.